بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم. من هنا، من مسجد نفيسة العلوم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة نفيسة، نرحب بحضراتكم في إطار الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية في خطة ممنهجة تستهدف نشر الثقافة في كل ربوع الجمهورية عبر بيوت الله، لتؤكد بهذا النشاط المبارك على دورها التنويري في خلق جيل واعٍ مستنير يخدم نفسه ووطنه حق خدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله الذي لم يدع أمرا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا إلا ووضع لنا فيه أساسا نسير عليه لننجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ففيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا. وفي ظل زمان تنتشر فيه الفتن ويختلط فيه الحق بالباطل، كان لزاما أن نعود إلى كتاب الله لنتدارسه في بيت من بيوت الله، لنذكر أنفسنا بواحدة من أجل النعم وأعظمها، ونعبد الله بحمده على هذه النعم. فالنعم تدوم وتزيد بعبادة الحمد، ألا وهي نعمة الوطن. وحول هذه النعمة العظيمة، نعمة الوطن، يسعدنا أن يحدثنا في هذه الأمسية المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور، واسمحوا لي أن أبدأ من اليمين، عبد الفتاح، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين سابقا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. ونبدأ مع حضراتكم ندوتنا مباشرة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. الدكتور عبد الله فتح حلف خلاص. نبدأ مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. أستاذنا الفاضل، ربط الله عز وجل في كتابه الحكيم الدين بالوطن، كيف تم هذا الربط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإن الحمد لله أولا، ثم لمن كان سببا في عقد هذه الندوات التي نجتمع فيها على طاعة الله ورسوله ومذاكرة العلم وتذكير أنفسنا بما أمرنا الله تبارك وتعالى به. فما أمس حاجتنا إلى أن نعلم حدود الله عز وجل وأحكامه في كل ما يعتبر أمور حياتنا، لا سيما في الأمور المعاصرة وفي المشكلات التي تستجد علينا ونحن نعيش حياتنا وأيامنا. السبب في ذلك هو معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أحيا هذه السنة الحميدة، ولذلك فإنه يستحق منا الشكر في كل لقاء نعقده في إطار هذه الحلقات المباركة.
لأن من أحيا سنة طيبة يستحق أن يشكر عند الله وعند الناس، فله الشكر على هذا النشاط الدعوي الذي يذكرنا بأحكام الله عز وجل، والذي أثبتت الأيام الحالية أننا بحاجة إلى مذاكرته. فكثير من هؤلاء الذين درسوا الدين وعلمناهم في بلادنا في الأزهر الشريف، إذ بنا نسمع منهم كلاماً يحمل ثياب الدين وهو بعيد عن الدين وليس من الدين، ولا يراد به إلا السباب والتطاول والشتائم وغير ذلك مما لا يليق في وقت أمرنا الله عز وجل فيه أن تتوحد كلمتنا، وأن نكون على قلب رجل سواء، وأن هذا البلد الأمين الذي نعيش فيه قدم للدنيا كلها ما لم يقدمه أي بلد. مصر هذه التي نشرف بالعيش على ثراها وعلى أرضها قدمت للعالم كله ولقضايا أمتها ما لم تقدمه أي دولة. ومن يتجاهل هذا التاريخ ومن يتجاهل هذا العطاء الذي قدمته مصر للإنسانية كلها وللعالم الإسلامي وللبشرية جمعاء هو إنسان جاحد أو أعمى لا يرى. نحن خضنا 4 حروب أنفقنا عليها من دماء أبنائنا ومن قوت أولادنا ما لا ينكره أحد. نحن قدمنا لقضايا بلادنا وقضايا أمتنا ما لا ينكره إلا جاحد، وما لا يماري فيه إلا جاهل أو حاقد. فمصر لا يجوز لأحد أن يزايد عليها، لأننا عشنا هذا الأمر واقعا محسنا ودفعنا ثمنه من قوتنا ومن قوت أولادنا، حتى إن البعض الآن يعيرنا بأننا عندنا غلاء وعندنا حاجة أزمة اقتصادية وغير ذلك، مع أننا أنفقنا كثيرا من أموالنا على هذه القضايا الإسلامية والعربية الملحة التي يحاول البعض الآن أن يصل إلى ربع ما وصلنا إليه أو عشره أو معشاره فلا يستطيع أن يصل إليه. مصر هذه تعتبر وطن كأي وطن من الأوطان التي يعيش عليها مجموعة من الناس. هذا الوطن الله تبارك وتعالى سوى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين تراب هذه الأرض وبين النفس الإنسانية، بل حين تتعارض المصالح المحافظة على الأرض التي يعيش عليها الإنسان وبقاء النفس، أوجب الله على الإنسان أن يضحي بنفسه فداء للأرض التي يعيش عليها. وهذا ثابت من الأحكام الشرعية التي انعقد عليها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة. فإن الوطن إذا تعرض لخطر فمن واجب الناس جميعاً الذين يعيشون يعيشون على أرضه أن يدفعوا الخطر الذي يداهم هذا الوطن، حتى ولو أدى ذلك إلى بذل أرواحهم، ولو أنهم قعدوا دون بذل الروح فداءً للبلد الذي يعيشون فيه أو للأرض التي يحيون عليها، فإنهم يكونوا مقصرين في حق الله عز وجل أولاً، وفي حق أنفسهم ثانياً، لأن المقابل لذلك هو الذلة والمهانة التي لا يمكن أن تؤدى فيها أمانة أو يقام فيها فرض أو يعبد فيها رب، إذا ما استغل الأعداء البلد وهيمنوا عليه واستذلوا أهله، ولم يستطع أهل هذا البلد أن يتمكنوا من التعبير عن دينهم أو من أداء شعائر هذا الدين. فكأن الله تبارك وتعالى قد سوى بين الأرض وبين العرض وبين النفس تسوية، إذا تعارض الأمر فيها تكون الأرجحية للمحافظة على الأرض وللمحافظة على الوطن. أنت هتعمل حوار ولا هنتكلم؟ فهذا مدخل يجب أن نعلمه، مدخل أن الوطن يساوي النفس، وأن النفس إذا، وهذا ما قرره الفقهاء، أنه إذا هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع. هذا كلام الفقهاء. تخرج المرأة بغير إذن زوجها، ويخرج الموظف بغير إذن رئيسه، ويخرج كل إنسان دفاعاً عن هذه الأرض وعن هذا الوطن، لأن
الدفاع عن الوطن يقدم إذا تعارض مع خطر البذل النفسي أو الخطر الذي يقع على النفس، وهذا يدل على أهمية الأرض الذي يعيش عليها الإنسان وأهمية الوطن الذي يحيا عليه الإنسان، وأن الإنسان يجب أن يبذل قصارى جهده في المحافظة على بلده وفي المحافظة على وطنه وفي الوقوف ضد أي خطر يمكن أن يهدد الأرض أو العرض أو البلد الذي يحيا عليه الإنسان. أما الوسائل التي اختطها الإسلام لهذا الأمر فإن لي كلاما فيها بعد أن أستمع إلى أخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح. إذن دكتور عبد الله، الوطن أغلى من النفس، الوطن في الشريعة وفي الدين وعند الله أغلى من النفس. ننتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العوالي. فضيلة الأستاذ الدكتور، نعمة الوطن والابتلاء بترك الوطن، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى رسولنا الكريم وعلى عدد من الرسل بترك أوطانهم، كيف تعامل الرسل مع هذا الابتلاء لنعظم قيمة نعمة الوطن؟ بعد حمد الله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتقدم بخالص الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يرعى هذه الملتقيات الثقافية التي من خلالها تصحح المفاهيم وتجلى الحقائق حتى يتبين للناس الرشد من الغي والحق من الباطل. والشكر موصول لشيخنا وأستاذنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الذي أفاء علينا بهذه المقدمة التي تعد في نظري بمثابة متن يحتاج إلى شرح وتوضيح، فأسأل الله أن يطيل عمره ويبارك فيه. في الحقيقة السادة العلماء الإخوة الحضور عمار هذا المكان الطاهر المبارك، مسجد نفيسة العلوم وحفيدة وسليلة بيت النبوة رضي الله عنها، نعمة الوطن كما تفضل أستاذنا وشيخنا لا توازيها نعمة، لأنه إذا فقد الوطن أين يعبد الرب؟ وإذا فقد الوطن أين تحفظ النفس؟ وإذا فقد الوطن أين يصان العرض؟ فكل الضروريات الخمس والمقاصد الكلية التي هي مراعاة في كل شرعة من الشرائع لا بد لها من وعاء، لا بد لها من ظرف تتحقق فيه، هذا الظرف هو الوطن. فالوطن غال على النفس لأن النفس ترتبط ارتباطا حقيقيا بهذا الوطن الذي نشأت فيه، لأن مادة التناسل التي أتى من خلالها هذا الإنسان أصلها مكون من مواد هذه التربة التي هي الوطن، فهو متجذر بهذه التربة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يفرط فيها. ومن هنا رأينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه قومه وأرغموه على الخروج وترك الوطن الذي نشأ فيه وترعرع فيه، الوطن الذي تأمل في ملكوت الله وكونه فيه، الوطن الذي ابتدأت نبوءته فيه، الوطن الذي أنزلت أولى قطرات الوحي الإلهي على قلبه فيه، تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما خرج
قبل أن تتوارى ديار مكة نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تزرفان بالدمع وهو يقول: مكة، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأراد الله تبارك وتعالى أن يطمئن نبيه وأن يصله بحبه لهذا البلد الذي نشأ فيه، فأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه هي قيمة الوطن عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل المدينة وارتبط بها ارتباطا وثيقا، دعا دعوته التي سجلها التاريخ بسطور من نور: اللهم إني أدعوك للمدينة كما دعاك إبراهيم لمكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم نقي هواءها وتربتها وانقل حماها إلى الجحفة. هذا ارتباط وجداني ببلد آواه ونصره ووعاه وحفظه وعاهده أهله على افتدائه بالمال والنفس والنفيس. ومن هنا حين رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: ألا ترضون يا معشر الأنصار، بعد غزوة حنين، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذه هي قيمة الوطن، لأن الوطن نعمة لا تعادلها نعمة. أذكر في هذا المقام حضرات السادة الفضلاء للتدليل على أن علماء الأزهر يعرفون قيمة الوطن وانغرس حبه في قلوبهم ففدوه بالأرواح بالدماء وقاوموا كل مستعمر أراد أن يبقى في هذا الوطن الذي باركه الله وأحبه الله وأحبه رسول الله. فرأينا منهم، وهذا أمر لا أنساه محفور في الذاكرة ونعلمه أولادنا، حينما كان يقف يا مولانا شيخ المعهد في طابور الصباح، وبعد أن نردد وراء المعلمين نشيد الوطن، إذ بالشيخ يقول لنا: روحي فدا وطني، روحي فدا ديني. تأملوا، عالم من علماء الأزهر يغرس في نفوس تلاميذه كيف تكون قيمة الوطن وكيف يكون حب الوطن، إذ به يقدمه على فداء الدين. روحي فدا وطني، لأن الدين يحتاج إلى وطن تقام فيه شعائره ويذكر اسم الله فيه. والذين فقدوا أوطانهم كيف يعبدون الله؟ كيف يأمنون؟ كيف يطمئنون؟ روحي فدا وطني، روحي فدا ديني، أقسمت يا وطني أحميك تحميني. تأملوا القسم: الله والمصحف والأزهر الغالي والجيش بالمدفع في عزم أوطاني، إن جاء وادينا جيش بلا عدد مزقته إربا ووقفت كالأسد. الله الله الله.
إذن نغرس في أبنائنا حب الوطن. كيف يمكن فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله النجار، كيف يمكن أن نغرس في نفوس أبنائنا نعمة حب الوطن، وكيف يحافظ أبناؤنا على وطنهم؟ هو الحب أمر فطري. لما بنقول حب الوطن، الحب شعور قلبي، وهو أصلاً من خلق الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يقلب القلوب. ولكن الله تبارك وتعالى حين يأمر، أنا أود أن أشكر أخي العلامة سيادة العميد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح على هذا العلم الفياض، وهو عنده من العلم الكثير، لولا أن الوقت يعني سيادة المذيع يعني ليحاسب بالوقت يعني بدقة لا أفاض علينا من علمه الكثير من هذا. نعم، دكتور عبد الفتاح العواري سيادة العميد يعني عالم كبير وفقيه جليل، ويعني علمه معلوم واستنباطاته يعني مشهورة، وله من دقة العلم والنظر والبحث الشرعي ما لأكابر العلماء في الأزهر الشريف على امتداد تاريخه، فحفظه الله وبارك فيه. العفو يا سيدي، الله يخليك. الحب بالمقابل أو بالعطاء، فيش واحد يقول أنا بحب بلدي وهو قاعد لا يعمل، ما فيش واحد يقول أنا الحب له ثمن. والحب إذا كان كلاما لا يقابله عمل يبقى خلاص، ربنا ما بيحسبناش على الحب، لأن الحب بيد الله عز وجل وهو الذي يقلب القلوب، ولكنه يحاسبنا على أثر الحب، وهو أن يكون هذا الحب دافعا للحرص على هذا الوطن، والحرص على تنميته، والحرص على المحافظة عليه، واعتبار الوطن قضية تفوق قضايا الإنسان الخاصة، القضايا العامة. لما الفقهاء بيقولوا حق الله وحق العباد، قالوا إن حق الله يقدم على حق العبد، لأن حق الله هو الذي يتعلق به النفع العام للناس أجمعين، أما الحق الخاص هو حق فرد، وحق المجموع يقدم على حق الفرد. ولذلك كان من الواجب على الإنسان أولاً أن يعبر عن حبه لوطنه بالعمل، وبالعمل الجاد الذي ينمي الاقتصاد، والذي يجعل الأمة في حالة ازدهار، والذي يأخذ بيد الأبناء ويد الآباء ويد الجميع إلى العمل الجاد الذي يظهر أثره في الاقتصاد وفي الحياة العامة، لأن الأمم لا تحيا بالنوم وبالخمول، وإنما تحيا بالعمل الجاد الذي ينمي حياتها، والذي أن المال هو أساس التقدم في الحياة. الله تبارك وتعالى جعل المال وسيلة للاقتدار. الاقتدار يعني إيه؟ يعني بالمال تستطيع أن تحمي عرضك، وأن تحمي نفسك، وأن تبني وطنك، وأن تعلم ولدك، وأن تدفع الأمراض عن نفسك. المال هو أداة الاقتدار. فما تجيش تقعد وتقول والله إن شاء الله ربنا هيفرجها وربنا هيحل. لا، الله تبارك وتعالى تعبدنا بالتماس الأسباب، وطلب منا أن نسعى في مناكب الأرض. فأول شيء مطلوب مننا أن نعمل، وأنا أعتبر أنه من أكبر الجرائم أن يذهب الإنسان إلى عمله ليوقع في دفتر الحضور ثم ينصرف. هذه جريمة من أكبر الجرائم، والمال الذي أو الأجر الذي يؤخذ في مقابل هذا العمل هو أجر سحت حلال لا يبارك الله عز وجل فيه، لأنه مقبوض على غير وجهه أو بدون السبب، لأن من يأخذ الأجر لا بد أن يحاسب الله تبارك وتعالى على العمل. فإحنا مطالبون بأن نقف، بأن يكون عندنا حرص على العمل، وأن نبني بلدنا بالعمل وليس بالكلام. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتماس الأسباب، والأمم بتتقدم بالتماس الأسباب، والله عز وجل لا يجامل أحد. حفظنا النايم وخامل، الذين لا يؤمنون بالله سيعملون ويتقدمون عليك، والله تبارك وتعالى لا يجامل أحد، لأنه تعبدنا بالأسباب. إن الله ينصر الدولة الكافرة بالعلم وبالتماس الأسباب، ويهزم الدولة أو العدل، ويهزم الدولة المؤمنة بالكسل والخمول والبعد عن أداء الحقوق فيما بين الناس، أو كما جاء في الأثر الذي معناه لا يخرج عما قلته.
فمن الواجب علينا أن نلتمس الأسباب، ما نعودش ونقول. ومن العجيب أنك تجد كثيرا من الناس عندما يقعون في ورطة يدعون ربهم ويقولون أين الله تبارك وتعالى، أين فرج الله عز وجل، أين نصر الله؟ والله تبارك وتعالى قد أمرنا قبل أن نلوم بعضنا وقبل أن يتهم بعضنا بعضا أن نلتمس الأسباب التي تؤدي إلى النصر، لأن الأسباب هي الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بها. وإذا وجدت خمولا أو ضياعا في أمة من الأمم فاعلم أنها قد قعدت عن التماس الأسباب التي جعلها الله مفاتيح للوصول إلى الهدف أو للوصول إلى النصر. الأمر الثاني وده مهم جدا جدا، يجب على الأمم أن تلتف خلف القيادة وأن تكون صفا واحدا. كثير من الأمم ضيعها التفرق بسبب الإشاعات التي تتفشى فيما بينها، ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا الأمر وقال يا ناس يا أيها المسلمون إذا اختلطت الأمور عليكم واختلط الأمر عليكم فلا بد أن ترجعوا إلى رأي واحد، رجعوا إلى من يعلم حقيقة الأمر فيما يدور حولكم، لأنك يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. واحد يسمع كلمة يقول لك لا 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 ده فلان قال، ده فلان محلل، ده فلان على علم، ده فلان على دراية، ويذهب هذا إلى طريق وذاك إلى طريق، ثم يؤدي الأمر في النهاية أن تتشعب الطرق بالناس وتتفرق الكلمة وينفك شمل الأمة. يجب على الإنسان أن يكون أن يعلم أن الله عز وجل قد أرشدنا إلى هذا الأمر، يجب أن نرجع إلى مصدر المعرفة. مصدر المعرفة هو الذي يعرف حقيقة الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمن. إحنا نعرف إيه اللي بيجرى. كثير من الأمور إحنا بنسمع ناس بييجوا يحللوا في التلفزيونات وبيحللوا في البرامج، تجد هذا يقول كلاما وذاك ينقضه، طب أي الفريقين أتبع؟ يجب على الإنسان أن يرجع إلى ولي الأمر، إذا قال كلاما يجب علي أن أحترم هذا الكلام، لأنه مش هيغشني، هيغشني ليه؟ يعني الذي يزيع كلاما ليه هيغشني؟ لن يقول لي إلا الحقيقة التي تحميني وتحمي وضعي وتوجهني التوجيه الصحيح الذي يجب أن أتصرف فيه. وبالتالي يجب علينا أن نحذر من هذا الأمر وأن نحرص على أن نحارب الإشاعات. واحد يجي لك بإشاعة يقول لك لا لا تسلم لك، وإنما عليك أن تبحث عن مصدر الحقيقة فيما في من يعلم الحقيقة وهم يا أخي ربنا قال فاسألوا أهل الذكر. إحنا نعرف إيه اللي بيدور، إحنا شفنا حاجة؟ عشان واحد يروح قرأ كلمتين ولا كتب مقال في جورنان ولا قال حديث في برنامج من البرامج يروح الناس يتأثروا يقول لك ده فلان قال كذا كذا وهو لم يرى شيء، وإنما قال كلاما يظهر به ويفتخر ويقول إنه فلان قال وفلان عاد. يا سيدي لا بد أن يكون هناك رجوع إلى أولي الأمر في القضايا العامة، لا بد، هذا واجب شرعي أمرنا الله تبارك وتعالى به. الأمر الثاني الاعتصام بحبل الله عز وجل، يجب أن يكون هناك اعتصام. القرآن الكريم تكلم عن الوحدة وعن الاعتصام بحبل الله، بحبل الله أطول حديث، بل إنه هيأ نفس الإنسان لتتفق فطرته مع داعي الشر، ليتفق داعي الطبع مع داعي الشر، وذلك في قول تأمل الآيات الكريمة التي تتحدث عن الاعتصام بحبل الله عز وجل، نجد أن الله تبارك وتعالى قد استعمل كافة الأساليب القرآنية. ومعالي سيادة العميد الدكتور عبد الفتاح العواري أستاذ تفسير ويعلم ذلك جيدا، استعمل كل الوسائل القرآنية التي تحفز في الإنسان طبعه ليعتصم بحبل الله عز وجل. تأمل الآيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا، أسلوب تحفيز أو أسلوب تهييج كما يقول العلماء، اتقوا الله حق تقاته يعني يأمرك بالتقوى لتتذكر الأمر الذي سيلقى عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أسلوب حس وتحنن واستعطاف. وبعدين تقول لك الأب واعتصم، هذا أمر بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، هذا نهي. تقرأ الآيات تجد أن القرآن الكريم قد استعمل في آيات الوحدة أعظم الأساليب وأطولها في القرآن الكريم، لأن أمر الوحدة أمر صعب، لا تظن أمر الاتحاد على كلمة سواء أمر صعب، لأن من السهل أن يأتي إنسان بفتنة أو يطلق إشاعة فيفرق شمل الناس. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى علينا أن نرد الأمر إلى أهله، وإن إحنا نكون هدفنا الأساسي الاعتصام بحبل الله عز وجل.
أنا بأجد أن في بعض الثقافات، ولا أريد أن أسقط على بلد معين، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف كل واحد يتجه إلى طريق، وكل واحد يقول رأي، وكل واحد يبقى محلل، وكل واحد يبقى عالم، وبعدين تتفرق الكلمة ويضيع شمل الأمم، ويتمكن أعداؤهم من الوصول إليهم في هذا في هذه الفتنة وفي هذا الأمر. أيها الأحباب، أنا أعتقد أن أنا غطيت كل شيء، بس أنا عايز أقول حاجة فيه. لسه فيه؟ طيب ممكن أفتكر. يعني الحديث لن ينتهي وإن كان شيقا، ولكن الوقت ضيق. معالي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، أثار نقطة في غاية الأهمية. ونحن نعيش في عصر ما يسمى بالعصر الإلكتروني أو عصر الفضائيات، وهي أرض خصبة لانتشار الشائعات والأكاذيب. كيف نحمي أنفسنا ونحمي الأجيال القادمة، لنحمي وطننا من مثل هذه الأكاذيب ونشرها والشائعات؟ كما تفضل شيخنا الجليل ببيان أن الاعتصام بحبل الله وأن العودة إلى أولي الأمر في مثل هذه الأمور الدقيقة التي تتعلق بالمصلحة العليا للأوطان حتم لازم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ومن أجل القضاء على الشائعات والتثبت من صدق الخبر وحقيته، علينا أن نعي التوجيه القرآني الذي يدلنا كيف نبتعد عن الشائعات التي لو انتشرت لا سمح الله، ولو تفشت بين أفراد المجتمع، لأدت إلى انفراط العقد الاجتماعي. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، وكما تفضل شيخنا هذا أسلوب إلهاب وتهييج، يعني يا من تحققتم بالإيمان، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. إيه اللي هيترتب على عدم التبين وعدم التثبت؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن التثبت والتبين أمر لا بد منه من أجل المحافظة على لحمة هذا الوطن وترابط أفراده، لأن في الترابط والتلاحم بين أفراد الوطن، ولأن في التفافهم حول قادتهم وأولي الأمر منهم نجاحا باهرا ومحافظة لا مثيل لها في الحفاظ على الوطن. وهذا أمر حثت عليه السنة النبوية المطهرة. ألم يقل لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هكذا علمنا سيدنا رسول الله. فإن كنا نحن نتبع هدي نبينا حق الاتباع، فحري بنا أن نتأسى وأن نستجيب لما يأمرنا به، لأن في الاستجابة لما يأمرنا به الحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فحري بنا أن نأخذ من هذه الدروس، ونأخذ من هذه التوجيهات، ونأخذ من هذه الإرشادات الربانية والتوجيهات النبوية الدرس الذي يحفظ علينا نعمة الوطن، لأن نعمة الوطن لا تساويها نعمة،
ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها. لنا إخوة في فلسطين نراهم فتتقطع قلوبنا حسرة على ما ينزل بهم وما يحيق بهم من مكر هؤلاء المجرمين المحتلين. فهؤلاء يتمنون الطمأنينة في وطن يأويهم، يستر عوراتهم ويحفظ عليهم حياتهم، فلا يجدون. إذن يجب علينا أن نستشعر تلك النعمة وأن نعلم أن مقياس الإيمان عند الله مرتبط بارتباطك وحبك لهذا الوطن. ومن هنا جاء في الأثر: إذا رأيت أن تعرف إيمان المرء فانظر إلى مدى حنينه لوطنه. إن كان قلبك يحن على هذا الوطن، يتقطع ألماً على هذا الوطن، يشتاق إلى هذا الوطن، تتمرغ في ترابه، فلتعلم أنك قوي الإيمان، وأن الله راض عنك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنك. أما إن كنت غير ذلك من هؤلاء الذين يقولون ما قيمة الوطن، إنه حفنة من تراب، هذا جهل مركب يجب أن نحاربه، ويجب أن نعلم أبناءنا أن حب الوطن من الإيمان، وأن من فقد حب الوطن فهو متهم في إيمانه، حري به أن يراجع نفسه وأن يصحح عقيدته وإيمانه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك. وكيف لا ونحن نعيش في وطن غال على الله، غال على سيدنا رسول الله، أقسم الله به قبل أن يقسم بالبلد الأمين. وكلنا نقرأ سورة في القرآن الكريم، الصغير والكبير، الشيخ والشاب، الرجل والمرأة، والتين والزيتون، وطور، وهذا البلد الأمين. طور سين فين؟ سينين فين؟ مصر. سيناء قطعة من مصر وهي غالية على الله. ما تجلى الله على بقعة في الكون إلا هي مصر، تجلى الله عليها. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالمتجلى عليه هي مصر، فكيف بمثل هذا الوطن الذي أنبأ عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بلد يسكر فيه القيراط، وسماه في حديث آخر بلد الجيش الغربي، وقال في حقه: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإن أجنادها خير أجناد أهل الأرض. لا أطيل. حفظ الله مصرنا من كل مكروه وسوء. ومع اقتراب وقتنا على الانتهاء، وهذا أمر صعب وغاية في الصعوبة أن نترك يعني قامتين مثل الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله النجار والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري وحديثهما العذب الذي يصل إلى القلب، ولكن يعني هكذا تشاء الأقدار. بقي لنا كلمتان، كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار نوجز فيها معنى حب الوطن وكيف نحافظ على أوطانه. هو الوطن غالي، والوطن سبحان الله حبه أمر فطري في القلب. فطر الله حب الوطن في قلب كل إنسان يحيا على الأرض. وحتى الصلة بين الوطن وبين الإنسان وذلك الحب الذي ينشأ بين الطرفين هو أمر غريب. حتى الآن لم يستطع أحد أن يدلي بتفسير له، وليس له من تفسير حتى الآن، إلا أنه سر من أسرار الله عز وجل. وأنا أذكر وإحنا في لجنة إعداد الدستور أردنا أن إحنا نحط خريطة مصر كاملة، خريطة في صدر، لأن كان بعض الذين أرادوا أن يتلاعبوا بمصير هذا الوطن في وقت من الأوقات
ظهرت منهم ملامح التفريط في جزء من تراب مصر، وحاولوا أن يشيعوا هذا الأمر. فكم من المقترحات إن إحنا نحط خريطة مصر في أول الدستور، وبعدين قعدنا نتناقش وانتهينا إلى أن خريطة مصر قبل أن تكون مسطورة أو مرسومة في أول صفحة في الدستور هي مرسومة في قلب كل مصري، ووجدنا أن هذا الرسم اللي في القلب يغني عن ذلك الرسم الذي نريد أن نخطه على الورق وأن نصنعه على الورق. وهذه حقيقة لا تقبل الشك ولا تقبل الإنكار. أنا عايز أقول الحب لا يقبل التبعيد، فما تقدرش تقول والله أنا بحبك نص حب، أو بحب ابني من نص من دماغه، ولا بحبه من ذراعه، ولا بحبه. لا، الحب لا يقبل التبعيد ولا التجزئة. ومعنى إنه لا يقبل التبعيد ولا التجزئة يعني أنت تخشى على كل ذرة من هذا الوطن. ولذلك جعل الله حب الوطن كما يسري على كل الوطن يسري على أدنى جزء من هذا الوطن، فالذرة من الوطن تساوي الوطن كله، ولها حب الوطن كله، وذلك إعمالا لهذه القاعدة. فالذين يظنون أنهم يمكن أن يضحى بجزء من وطن أو من شيء، يعني أن تتفرط في شبر ذرة من تراب الوطن تساوي الوطن كله، والذين يحاولون أن يضيعوا هذه الحقيقة أو يغموا عليها هم قوم جاهلون لا يعلمون أحكام الإسلام ولا يعلمون حقيقة الأمور، ودافعهم هو الطمع والجشع والظلم. وللأسف بعض الذين يجب عليهم أن يعلموا هذا الكلام ممن ينتسبون إلى الدين وممن يدعون أنهم عارفين الدين وأنهم يدعون الناس إلى الدين وأنهم يدعون الناس إلى الله عز وجل، هم أول من يغالطون في هذا الأمر ويريدون أن يبثوا سمومهم لا ندري لأي هدف، إلا أنهم يريدون أن يخدموا مشروعات تتنافى مع أمن الوطن ومع حفظ الوطن ومع أرض الوطن ومع حب الوطن بالمخالفة لما سنه الله ورسوله. علينا أن نكون يقظين وأن نكون صفاً واحداً مع بعضنا وخلف قياداتنا، هذا واجب شرعي يجب علينا أن تتحد كلمتنا. ولحظة، أي واحد يقول لك إن ممكن إن إحنا في يعني ما سينا، كما يهرف بعض السذج والسفهاء بهذا الأمر، إحنا بلدنا سينا دي أخذت من دماء أبنائنا أنهار، وضاعت فيها من أبناء بلدنا ومن جيشنا ما لا ينكره إلا جاحد أو جاهل أو مكابر. إحنا أربع حروب دافعنا عن سينا دي، دفعنا فيها أموال وأرواح تجعل كل فرة منها غالية على نفوسنا تساوي حياة كل واحد منا. ولا قلت إن حب الوطن يساوي الحياة وذرة من حب الوطن تساوي الحياة، لأن الحب لا يقبل التبعيد ولا التجزئة. علينا أن نكون حريصين لهذا الأمر وأن نكون يقظين وأن نلتف حول قيادتنا في هذا الأمر. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا وأن يحفظ على مصر هذه القيادة المخلصة التي لا تدخر وسعا في المحافظة على كل ذرة من تراب هذا الوطن وكل مصلحة من مصالحه. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ جيشنا وأن يحفظ شرطتنا وأن يوفقنا جميعا لإدراك حقائق الأمور في المحافظة على هذا البلد، هذا البلد الذي حمل أمانة الدين وأمانة التاريخ وعلم الدنيا كلها وعلم الناس جميعا الإسلام. الإسلام لم يتعلمه الناس إلا من مصر، الإسلام نزل في جزيرة العرب، والعالم الإسلامي كله هو الذي تعلم الدين على أرض مصر، فمصر هي التي حفظت الإسلام وهي التي صدرته إلى كل أنحاء الدنيا كلها. هذا البلد العامر الذي سيظل مرتفع الرايات إلى أبد الآبدين إن شاء الله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه من المكاره وأن يحميه من الفتن وأن يوفق قادته لما يحب ويرضى، وأن يحفظ هذا الجيش المبارك الوطني الذي لا يمكن أن يشكك أحد في ذرة من وطنيته أو إخلاصه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وأكتفي بهذا. والآن مع آخر كلمة لعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور
الدكتور عبد الفتاح العواري، ونرجو أن يكون الختام عن فضيلة عبادة الحمد على نعمة الوطن واستحضار دوما قيمة هذه النعمة. وفي النهاية طبعا نختم بالدعاء. فضيلة نعمة الحمد على أن أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا الوطن المبارك، مصر التي جاء ذكرها في القرآن والسنة وفي سائر الكتب المنزلة على رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. تحتاج من أبنائها الخلص الصادقين في وطنيتهم العمل الدؤوب والاستعداد التام والوعي والإدراك لما يخطط ويحاك من مؤامرات تريد أن تنال من استقلال هذا الوطن، وتريد أن تحدث شرخا بين أبناء هذا الوطن. فنقول لخصوم مصر ولأعداء مصر: خسئتم، فإنكم مهما دبرتم ومهما خططتم فالله من وراء تدبيركم محيط، وأبناء مصر يدركون قيمة وطنهم فيحمدون الله على هذه النعمة التي هم فيها مغمورون يعيشونها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يغفل مواطن واحد عن الدفاع عن هذا الوطن الغالي. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، فحري بنا أن نحتضن هذا الوطن كما احتضننا بأرضه وسمائه وهوائه ومائه وزرعه ومدارسه وجامعاته. فحق الوطن علينا عظيم، وحق الوطن علينا كبير، والله تبارك وتعالى يسألنا يوم القيامة إن تغيرت نوايانا إزاء هذا الوطن الذي نعيش فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا من كيد الكائدين، وأن يحفظ مصرنا من حقد الحاقدين، وأن يحفظ مصرنا من مكر الماكرين، وأن يحفظ مصرنا من حسد الحاسدين، وأن يحفظ مصرنا جيشا وشعبا وقيادة، ويحفظ الأزهر ويحفظ جميع المؤسسات الوطنية في مصرنا الغالية، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، ورضي الله عن آل بيته الكرام الذين دعوا لمصر فقالوا: نصرتمونا نصركم الله، آويتمونا آواكم الله. فهنيئا لمصر باحتضانها لآل بيت رسول الله، فمصر دائما ستكون بلد الأمن والأمان. تحقيق ذلك في قوله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وبالله التوفيق. أشكركم أيها الحضور الكريم، ونشكر باسمكم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق. والشكر موصول لمن أحيا هذه السنة، سنة ذكر الله في بيوت الله وتدارس كتاب الله في بيوت الله، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، له منا كل التحية والتقدير. وإلى لقاء آخر في أمسية وندوة أخرى، دمتم سالمين، ودام وطننا سالما، ودام أهلنا في فلسطين في عزة وثبات، ونصرهم الله ونصر كل المستضعفين المسلمين في كل مكان على هذه الأرض. أشكركم علماءنا الأفاضل، كل الشكر لكم.
من هنا من رحاب هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر، من مسجد نفيسة العلوم حفيدة رسول الله رضوان الله عليها السيدة نفيسة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.